كيف تكون يا جماعة؟ اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، بس هذا الفيديو من نوع جديد. أنا وريما تحدينا بعض بأكتر لعبة رعب VR موجودة بالعالم. هي كتير بترعب، أنا ما بعرف إذا رح أقدر أكملها لأنه أنتم بتحسوا حالكم موجودين بقلب اللعبة مباشرة، فأنا ما بعرف إذا أنا بقدر أكملها لأنه أنا كتير بخاف. انه اذا اشرف هو اللي كمل اللعبه بينزل هذا الفيديو عندي بالقناه، بتلاقوا الرابط اسفل بالوصف. اذا انا قدرت اكمل بتلاقوه عندي بالقناه محل ما انت عم تحضر هذا الفيديو، بتلاقوا الفيديو تبعها اسفل عندي بالوصف. خليني انا بلش فيها. متاكده؟ ايه. طيب انتوا بتلبسوا النظاره بتحسوا حالكم موجودين هنيك. يلا هاتي. جاهزه؟ جاهزه. روح من وشي. سلمي عليه. هو من وين جاي لسلم عليه؟ لا بلا اصوات. اسمعوا اقسمك والله العظيم انه انا بني ادم طبيعي، انا مالي عامله شيء. مين في هون؟ طب اطلع. لا هذا مسح النيونات انا ما بحبه. مرحبا. انا ميتة رعبة من انه هنيك يطلع لي شيء. الكرسي ليش ماشي؟ شو عم يسوي؟ ليش عم يطبخ؟ ايه الناموس عم بيقرب. ليش كان هون عم يفتح باب يا جماعة؟ والله اللي بيطلع بينقذني. لا شو طبيعة فشح حاطي. في حدا هنيك في شيء عم يطبخ. شو هيك عم يعني انت عم تنقذني مثلا؟ يعني اخبط راسك بالحيط لتدخل الباب. لا اخبط راسك بالحيط. يلا اقوى اقوى لتنشل شلا. يلا شبك. ان شاء الله بتنفلش وفلش يا رب. يا انت سكوت بدي اسمعني. حسه انت وين تحدي؟ لا كذب. هذا الكرسي ليش عم يتحرك؟ شو بدك تلاشي بوشي؟ اشرف ما رح اطلع والله العظيم. في حدا على التخت؟ لا ما في حدا على التخت.
في حدا ماشي ينعم يا اختك وين رحت؟ ايوه لا خلص فيك تروح ما بدي ارجع. يما شو هذا الكائن؟ شو هذا الصوت؟ في حدا جاي؟ بنتفاهم. لا يا بنتفاهم. لا وديني بنتفاهم. بحياة الله. أنا ما عملت شيء. أنا هون بالغلط. أنا هون قعدوني كرسحوني على هذا الكرسي. كرسحوني. تحدي. والله العظيم. استنى صبار. بقعد أشرف هلا مكاني من دم كعبه. بقعد مكاني. شو؟ أي شو بك أخلص؟ بدك أشرف صح؟ أشرف. ما بدي يعني. والله العظيم. لا. ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجديد. باي. شكرا في أهلا.